وإلى حفل تقديم المعدات الإدارية الفنية التابعة لوزارة الثروة والحيوانية من قبل البنك العالمي عبر مشروع الإقليم لدعم الرعي بالساحل فرع تشاد بحضور الأمين العام بوزارة الثروة والحيوانية إلى جانب ممثل البنك العالمي ومنسق المشروع الإقليمي أحمد حسن موسى وعدد من المسؤولين الإداريين بالوزارة إبراهيم محمد موسى. دعما للمشاريع الثروة الحيوانية من قبل شركاء التنمية بالبلاد من المنظمات الإقليمية والدولية، جاء حفل تقديم المعدات للإدارات الفنية لوزارة الثروة الحيوانية ممولة من البنك العالمي عبر المشروع الإقليمي لدعم الرعي بالساحل فرع تشاد. وهذه الدعم يسهل العمل الإداري للإدارات الفنية التابعة لوزارة الثروة الحيوانية، ويتمثل الدعم على معدات تكنولوجية حديثة. وتخلل الحفل مداخلات المسؤولين كل من ممثل البنك العالمي بوبكر صديق والباني والأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية دكتور جبرين كرام والمنسق للمشروع الإقليمي دكتور أحمد حسن موسى. في كلمته المنسق الإقليمي أشار إلى أن الدعم يشمل عدة قطاعات في الثروة الحيوانية. مولت الإدارات معدات للعمل، معدات كمبيوترات، معدات للحاسوب، ومعدات فنية خاصة بما يخص خدمات البيطرية، لكي يسهل لكل الإدارات العامة والإدارات الفنية تنفيذ أقسام المشروع في الميدان. فنفس الدعم كمان يعني يوجه للميدان عن طريق المندوبيات الفنية للتنمية الريفية، على أساس تنفيذ المشروع في الميدان يكون مسهلة ويكون كمان ناجحة. أما ممثل البنك العالمي بوبكر صديق والباني قال إن البنك العالمي دائما يقف بجانب الحكومة التشادية في مجال الخدمات الإدارية، وذلك بهدف تحسين هذا المجال، كما أشار بالدور المميز الذي يقوم به المشروع الإقليمي لدعم الرعي بالساحل. أما الأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية دكتور جبرين كرام قال إن الهدف من تسليم هذه المعدات من أجل تحسين ظروف العمل الإداري في الإدارات الفنية التابعة لوزارة الثروة الحيوانية، وإن هذه العملية تدخل في سياسة الحكومة الرامية لتطوير قطاع الرعي والرعاة بالبلاد. افتتح الأمين العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط أعمال اجتماع اللجنة الفنية لمراجعة وتقييم عمل المشروع الإقليمي لدعم القطاع الرعوي في الساحل بمقر الخلية الدائمة. هارون أبادة. بهدف تقييم المرحلة الأولى للعام 2017 من فترة عمل مشروع دعم القطاع الرعوي في الساحل فرع تشاد برابس، جاء هذا الاجتماع الذي جمع مختلف الفنيين والخبراء المعنيين بالمشروع، حيث يطمح هذا المشروع إلى تطوير الثروة الحيوانية والرعوية من خلال تقديم خدمات خاصة في مجال البيطرة لتأمين صحة المواشي وبرامج خدمية أخرى ليستفيد منها الرعاة، مثل بناء المرافق الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب إلى جانب التوعية الصحية والتربوية. ستعرض خلال الاجتماع حصيلة عمل المشروع خلال المرحلة السابقة لتقييمها واعتمادها. عشان نشوف المشروع بروجيكت برابس بيسموه بكلام فرنساوي، هو شنو سوا من شهر 12 2016 لي اليوم، وجاب لنا بيجي بقول لنا ده أنا خدم شوية كيف ممكن ندور بطن شغل عشان نكمل السنة. دونك حس كلنا من بيننا نشوف شنو سوا أول، وحس بالحس القال ده بدور بيسير شو. كل نستفق ونقول لهم السوتو ده السماء والحسة ماشيين فوق دكولا عشان. افتتح أعمال الاجتماع الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نور جوكيني نور، الذي أكد أن هذا اللقاء يسمح للجنة الفنية للمتابعة والتقييم بالاطلاع على تطورات عمل المشروع الذي يدعم الثروة الرعوية بالبلاد، بحيث أن هذا القطاع يمثل عنصرا هاما لدعائم الاقتصاد الشديد، لذا فمن الضروري طرح كل المحاور ذات الصلة بالمشروع وبلورتها من أجل وضع ضوابط وتوجيهات ليواصل مشروع برابس وفق الأهداف التي أسس من أجلها.